أكدت رئيسة حزب تاج السيدة فاطمة الزهرة زرواطي في لقائها بالمركز الثقافي الإسلامي بشلف في إطار الحملة الانتخابية أن الورشة الكبيرة ستفتح بعد استفتاء الدستور لتعطى الكلمة للشعب ليكون مصدر القوة الفاعلة لتكريس دولة القانون والافتخار بالجزائر. الامتداد هي الجزائر هكذا، مهما مرت عليها المحن ومهما جاءتها المصائب فلن يهدم فيها ما دام فيها إنسان واعي وإنسان يعرف أن وجوده من وجود الجزائر الكبيرة، وأنه يكبر بقدر ما يكبر بلاده، وأنه يطلع ويكسب بقدر ما يعطي قيمة لهذا البلد. إذن أظن الرسالة واضحة، وأتمنى أنه أول نوفمبر يكون عرس، يكون حقيقة بداية التغيير، وهذا هو الشيء الذي نريده. وبعد هذا كل واحد حيتحمل مسؤوليته، لأن المحطة لازالت والعمل سيبدأ بالشعب وللشعب. كيف يمكن نجعل من هذا الشعب حقيقة مصدر لهذه القوة الفاعلة والمغيرة؟ لأنه ما يقدرش يكون فقط شعب هكذا، لازم يكون عنده هذا القوة للتغيير. كيف يمكن ندفع بهذه القوة؟ العمل، كل العمل الكبير والورشة الكبيرة جدا بعد الدستور، وهذا طبعا لنكرس دولة القانون والحريات، دولة ديمقراطية تشاركية، دولة لكل له الحق أنه يفتخر أنها الجزائر، لأن العلم علمه، والنشيد الوطني نشيده، والشهيد شهيده، والمجاهد مجاهده، والمستقبل هو له وله الحق ما دام نحن كن أبناء هذه الأمة. بارك الله فيكم، سعيدة جدا للقائكم، وأتمنى أن يكون سنة